طيب معلش يعني صدقوني انا عارف ان انا كترت اوي في فيديوز الموبايلات، بس هي دي الحياة، هو ده الواقع. كل شركة عاوزة تبدي ماليها من تكنولوجيا وتنافس بأقوى شيء عندها. والنهاردة عندنا حاجة بقى استثنائية. بص انت عمال تقول لي بقى فكك عبد الله من فيفو 6000 جنيه، اوبو، ريلمي، كان ده كله 6000 5000. انا عاوز حاجة في الحنين كده 2000 ده. فقلت بصراحة اجيب لك حاجة في الهادي كده، وهي شركة جديدة برضو زي فيفو كده، هي مش جديدة، هي موجودة من زمان بس ما بنسمعش اسمها يعني كل فين وفين كده. بس قبل ما نتكلم في اي حاجة من دي، في حاجة اهم من كل الكلام ده، وهي ان انت ما شفتش يا صاحبي الفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات ده مهم قوي على فكرة، وانا تعبت فيه وعيب يعني. ادخل يا صاحبي شوف الفيديو اللي فات، فيه مفاجأة جامدة جدا. بص يا سيدي، الموبايل اللي معانا النهاردة من اول ما تشوفه كده، هي يعني الشركة اصلا بالتارجت ان هي توصلك حاجة زي كده. الموبايل ده بكل بساطة، لو انا حد جيت قلت لك الموبايل ده فيه 6 جيجا رام و128 جيجا ذاكرة داخلية ويو اس بي سي وشاشة بنوتش ووتر دروب واستحواذها كويس، الباص مشغلة بشكل كويس جدا، والكلام ده كله ب2500 جنيه. كم؟ 2500 جنيه. تقصد تقول ان هو ب2000 و... لا لا لا، فجايين بقى نشوف الموضوع ده نظامه ايه، وخلينا نبدأ بتصميم الموبايل. وخلينا اقول لكم في البداية ان التصميم تقليدي جدا زي اللي شفناه بكاف 70 موبايل خلال السنة. الكاميرا اللي في الجنب فوق على الشمال، ومكان البصمة الظهر سادة ما فيهوش اي نقاشات ولا حاجة، وده عجبني على فكرة. واللون، اللون بتاعه عجبني كده، اللون التركواز الاخضر ده. زائد ان الموبايل هنا فيه لمسات مش موجودة في الموبايلات في الفئة السعرية دي، زي مثلا ان فيه زي سكراتشز كده على الجوانب اللي هي ايه، كأنه متخربش كده يعني، بيحاول ان هو ما يروش شوية. وشكل الموبايل من تحت ظريف اوي بصراحة، فكرني بالجالكسي اس 10. هات كده الاس 10. لا ما هو الشبه، تمام. شلت من الجراب وبتاع، ايا كان يعني، ايا كان هو شكله حلو بصراحة، بتنسق كده. ويو اس بي سي في الفئة السعرية دي، ده شيء كويس جدا. طيب تمام جدا. هل بقى الموضوع ده مستمر معانا في الشاشة بتاعت الموبايل؟ الشاشة هنا بتيجي مقاس 6.5 انش، تمام، وبتيجي بأبعاد غريبة شوية، بتيجي طويلة يعني أطول من الموبايلات الاعتيادية شوية، تحس الموبايل كده ريموت في نفسه. الشاشه هنا الحواف بتاعتها مش جامده قوي، مش استحواذ خيالي يعني ولا حاجه، بس برضو موش وحش في الفئه السعريه دي خالص، ما يقلش عن المنافسين بحاجه يعني، لكن الحفله تحت كبيره شويه بصراحه، في منافسين اقل منها. المشكله بالنسبه لي هنا هي فكره طبعا ان الشاشه 720 بي بس، والموضوع ده مستفز جدا لما انت تفتح يوتيوب مثلا وتيجي تشغل فيديو لشخص ما، بغض النظر بقى عن النت يجيب في مصر والكلام ده ولا لا، بس يعني في بعض المنافسين بصراحه بيقدموا 1080، بس ده قليل على فكره، فهو مش جامد قوي ومش وحش قوي برضو، لان المنافسين معظمهم بيقدم نفس الشاشه دي 720، مفيش احسن من كده قوي. هو عموما ما تتوقعش حاجه من شاشه موبايل ب 2500 جنيه تبقى اموليد مثلا او حاجه زي كده، ومش مميزات او النقط القوية في الموبايل ده اللي هو خلاص هجيب الموبايل ده عشان استمتع بمشاهدة الفيديوهات مثلا. المفروض مميز في الموبايل ده المفروض هو الأداء بتاعه، 6 رام 128 جيجا، ومعالج شفناه قبل كده في موبايلات متوسطة من شركات كبيرة زي أوبو مثلا. مش عاوز أحبطكوا شوية، بس لا الأرقام هي مش كل شيء أكيد. اللي أقدر أقوله لك إن يعني مش هتندم على حاجة زي كده، مش هتندم إن أنت رحت جبت الموبايل ده فطلع خدعة مثلا. لا الاداء بتاعه كويس على الفئه السعريه بتاعته، ما تفكرش بس ان هي 6 رام وتعالي طموحاتك قوي، اتعامل معاه على اساس ان هو 4 رام عادي، لو جاب اكتر من كده تمام، ما جابش عيش حياتك عادي. يعني مثلا لو جيت تفتح تطبيقات في الموبايل بتاعك مش هيعاني من حاجه، الموبايل هيعيش عادي جدا. تفتح تطبيقات، تفتح الكاميرا، تاخد صور، انستجرام، لا والله عادي يعني. التصفح اليومي للمستخدم العادي اللي بيشتري موبايل في الفئه دي مش هتاثر، مش هياثر معاك. وعاوز اقول لك ان انا كنت منزل والله الفيسبوك لايت والماسنجر لايت، بس ما يعني كنت بقى 2500 بقى، لا بس ما اضطريتش ان استخدمهم خالص، حتى ما عملتش لوجن فيهم والله. فيسبوك اللي موجود عادي جدا اهو. الواجهه بتاعتهم بقى اول مره اجربها بصراحه، ايه واجهه تقيله شويه وفيها اوبشنز كتير، زي مثلا انت لو عايز تسحب وتشوف النوتيفيكيشنز بتاعتك تسحب من الشمال، تمام. والله لو عاوز تشوف بقى الحاجات اللي تتحكم فيها النوتيفيكيشن بار العاديه بتسحب من اليمين، نشوف حاجتك بتاع، والواي فاي محطوط هنا، وموضوع غريب شويه مش زي اللي احنا متعودين عليه. نفس الفكره وانت بتفتح المالتي تاسكينج برضو، بس موجود عندك بقى فكره ان انت تعمل مالتي ديسبلاي او
تطبيقين في نفس الوقت ده موجود عادي خالص. موجود برضو على فكره عندك السوايبس، تقدر تشيل موضوع الزراير اللي بتبقى تحت دي اللي انا بتضايق منها مؤخرا، وتقدر فتحت ده تسوايب من هنا تسوايب شويه فتجيب المالتي تاسكينج والكلام ده. عندك برضو موضوع ان انت تعمل سكرين شوت بثلاث صوابع، لا وبرضو يعني مش مجرد انت تعمل سكرين شوت بتاعت صوابع، لا انت لو استنيت شويه هيقول لك سكرول، ممكن تخليها سكرول وتنزل تاخد لك كذا بوست في نفس الوقت. احمد وبزيد مثلا كاميرات بقى، انا عاوز كاميرات في الموبايل، ومفروض ان موجود فيه ثلاث كاميرات، واحده عاديه وواحده وايد انجل وواحده للبوكا والكلام ده. والله بص يا صاحبي، انا اول ما جبت كاميرات الموبايل ده وجربتها، جربتها في الشمس قوي فبسطت منها جدا، كانت بتديني تفاصيل ممتازه في التصوير العادي والتصوير البورتريت، لكن لكن تمام الديناميك رينج بتاعها وفكره ان هي تسيطر على الاضاءه ده مش موجود خالص، لان الموضوع ده زي ما قلت لكم بيعتمد على السوفت وير، وهنا السوفت وير بتاعهم مش شاطر قوي بصراحه. فهتاخد تفاصيل الوايد انجل حتى بالنهار فيها تفاصيل كويسه جدا، لكن دايناميك رينج والحاجات الاضاءه الصعبه دي ابعد عنها، الشمس وراك او كده ابعد عنها خالص. الاضاءه الليليه بقى هنا يبدا يبان ان الموبايل هي دايما للاسف مشكله الشركات، لان هي دي اللي بتخلي الموبايل تغلى، فكره ان انت بتاخد كاميرات فتحة حداثة اكبر والكلام ده. وللاسف الموبايل مفيش فيه نايت مود، ما تقدرش تصور بيه بالليل بنايت مود او كده، فهي نفس الكلام الجديد يعني. الكاميرا الاماميه بقى فالوضع والله لا لذيذ شويه عن الكاميرا الخلفيه، هي برضو فيها نفس الفكره بتاعت ان لو في شمس وراك او حاجه مفرقعه بتاع انسى ان الصوره تطلع حلوه. واخيرا البطارية بتاعت الموبايل تكملة بقى للأرقام وكده 4000 ملي أمبير، لكن بصراحة ده كويس جدا واعتمد عليه. وزي ما قلت لكم البطاريات اليومين دول بقت خلاص يعتمد عليها، زائد ان شاشة الموبايل هنا 720 ما بتستهلكش تماما من الطاقة. للأسف عندنا USB-C بس هو USB-C شكل بس، وده حلو طبعا عشان لو عندك كيبلز موجود عندك الكابل بتاع اللاب مثلا، بس فكرة ان هو ما بيدعمش الشحن السريع دي مشكلة شوية مع البطارية الكبيرة يعني. وبس كده، دي كانت كل حاجة بالنسبة للموبايل اللي من شركة الكاتل. لو عجبكم الفيديو بقى اكيد منسوش تعملوا لايك وتعملوا شير. يلا.